عندنا كلام كتير عن المشهد الكروي في مصر والعالم، اكيد كمان هنتكلم سواء بنتكلم الدوري المصري او الدوريات الاوروبيه او دوري ابطال كمان اوروبا، هنتناقش فيه وهنخش وهنتطرق طبعا للملف الابرز والاهم والاحداث الاخيره ورد الفعل الخاص بالنادي الاهلي والكاف، رد فعله متوقع يكون ايه. كل ده هنناقشه مع يعني ضيفنا العزيز جدا الناقد الرياضي مسيو محسن لميوم. بونجور. بونجور. وطالما مسيو ضروري بونجور. صباح الفل حضرتك، ايه كله الحمد لله. الحمد لله ملهاش حل يا استاذ محسن، لازم نبتدي بالتفصيله الاخيره اللي الهواند وقفت عندها دي، لان فعلا اللي حصل ده امر مؤسف على كل المستويات وعلى كل الاصعده. كيف رايت هذا الموقف وكيف رايت ردود الافعال تجاه هذا الموقف؟ والله الحديث طبعا عن مباراه الاهلي والهلال السوداني لها شقين. الشق الاولاني الفني، الاهلي طبعا لا يستحق الفوز، نتكلم بكل امانه، ما قدمش العرض المتوقع منه، ده بالمناسبه متوقع بسبب عمليه الارهاق اللي حصلت له في الفتره الاخيره بسبب مشاركته طبعا في كاس العالم للانديه. الموضوع مش ان هو قابل اربع مدارس مختلفه باربع فرق قويه طبعا ابرزها ريال مدريد وفلامينجو، لكن عمليات التنقل من تطوان لطنجة ومن طنجة للرباط ومن الرباط لطنجة تاني وبعدين العوده للقاهره والراحه وبعدين السفر، كل الامور دي اكيد طبعا الارهاق ده هو اللي اثر فنيا على النادي الاهلي. ده فنيا ونقدر نتقبل ده، عادي كره القدم فيها. كنت نزلت في الماتش ده باللعيبه اللي ما لعبتش خالص طول الفتره اللي قبلها، كان ممكن يعملوا شغل عن اللي احنا في النهايه دول جهاز فني، ما حدش يقدر يلومه فيها، ما حدش يقدر يعني ما اقدرش انا اقول رايي فيها طالما في جهاز فني هو شايف الامور دي. نيجي بقى للشق اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو القصه بتاعت الاحداث. الاحداث خليني اقول لك بكل امانه برضو متوقعه، ومتوقع الأسوأ، لان احنا النادي الاهلي لما في سنه 2020 تواجه برضو مع النادي الهلال في نفس البطوله حصلت وترفعنا عن رد الفعل بالزبط. وقلنا يمكن ده يبقى حاجه كده بالشياكه بنقول لك خلي بالك، لان احنا يعني ايه ناس راقيه فمش عايزين ناخد حاجه فصلح اخطائك، ولكن واضح ان هو ما كانش فيه تصليح اخطاء. انا اسف جدا، مش كل الصح يتعامل مع كل الناس، انا بتفق معاك مليون جداً. في المية ماشي، بدليل ان في ناس يتمر فيها وفي ناس ما يتمرش فيها، والكلام طبعا على مسؤوليتي عشان ما يبقاش لا على فكره يعني. انا بضم صوتي لان انت النهارده ترفعت مجلس اداره النادي الاهلي، لان احيانا الترفع بيكون الناس بتفهمه انه ضعف، لا انا مش ضعيف، انا ساكت لان انا كبير، لان انا مش محافظ على روابط الدم وادي النيل الوحده العربيه او الوطن العربي، لكن للاسف ما تمرش فيهم. اتكرر السنه اللي فاتت لما وقعنا يعني برضو مع نفس المجموعه في نفس المجموعه، بس لان المباراه خلصت 0-0 فكانت الامور هاديه شويه، يعني ما كانش فيه تجاوزات، لكن المره دي زادت اكتر. وكل ما يجي اي مباراه للاهلي في السودان وتحديدا الهلال برضو يبقى فيه مشاكل ملهاش اي مبرر. يعني عايز اعرف، ما هو الكاف اكيد عنده يعني خلاص معلومه ان ده قد يحدث، عنده فكره ان ممكن يبقى في تجاوزات من الجانب السوداني بما ان هو تم تكراره قبل كده، كان عنده فكره ان في تجاوزات من فكره الجماهير كمان. صحيح. طب كل ده بقى هل كان النادي الاهلي منتظرينه ان هو يعمل يعني بيان معين، ولا كان المفروض الكاف اصلا يشوف اصلا المفروض الكاس كان يعمل ده لوحده؟ الكاف كان اصلا مندوب من الكاف وقت التمرين، طبعاً التمرين الوحيد اللي لعبوه لعيبه النادي الاهلي. أيوة، وحضر وشاف الجماهير اللي حضرت التجاوزات ده كتب. بس انت ما كتبتش الشكوى وشاف المقذوفات وكتب في تقرير. طب بناء على كل ده بقى ايه اللي هيحصل؟ ما هو مفترض النادي الاهلي خلاص اخيرا الحمد لله على السلامه ان هو عمل القرار ده، حاجه ابسط حاجه انه ارضى جمهوره كمان، لان جماهير النادي الاهلي كانت ساخطه جدا على اللي حصل. النهارده الاهلي اتقدم طبعا امبارح بالشكوى، مفترض الكاف طبعا هيبص فيها بيحلها للجنه المختصه. يعني اعتقد ان هو الكاف كان عنده وكان واخد عقوبه قبل كده ضد الهلال السوداني بايقاف بلعب مباراه بدون جمهور، بس بايقاف العقوبه، يعني لان في حاله تكررها مره اخرى بتتنفذ العقوبه، اعتقد هتتنفذ مع ايقاف التنفيذ هتتنفذ العقوبه. طبعا هو الموضوع بالنسبه لي انا ما يهمنيش اصلا عقوبه الهلال ولا مش في دماغنا الكلام ده كله، بس انا يهمني ان هو لازم يعرف ان 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 لازم ليك حدود، عشان هو كده الموضوع بصراحه تخطى الحدود دي. مش ماتش كره قدم ابدا، اللي تشوف حتى الحمله مسؤولين نادي الهلال السوداني تصريحات غريبه جدا بتقلل من ناديهم، المفروض ده نادي كبير في السودان، احنا بنهدي الفوز للنادي المنافس الزمالك وبنهدي، يعني تصريحات إيه غريبه جدا. إيه إيه لا تدني إيه تدني في الاسلوب، لا في الغريب قوي. لا يعني دي حاجه ما شفناهاش قبل كده، ثالثه ابتدائي ولا ايه ما اعرفش ايه العقليات دي. لما تكون الامور واصله في واقع مشابهه للي الامور وصلت له بالفعل، وما يكون الكاف ما عندوش رد حاسم او حازم على امر مشابه،
واحنا بنتكلم على امر من شانه ايجاد ضغينه وتكريس فتنه صحيح. بين جماهير صحيح. مش هقول لك فرقتين هي دولتين هي وجدت خلاص انا عديت مرحله جماهير فرقتين ودخلت في حضرتك لجماهير دولتين صحيح. ومش اي دولتين احنا بنتكلم على مصر والسودان يعني صحيح. بنتكلم على وحده كانت صحيح. موجوده ما بيننا في وقت من الاوقات ما ينفعش يبقى في تصعيد اكبر شوف ما حركه عشان ما كانش فيه اصلا قبل كده تصعيد فده حصل لان من اساء الادب من أمن العقاب أساء الأدب فهم أمنوا العقاب تمام فأساءوا الأدب وتطولوا والإخوة هناك اللي عملوا ده عشان ما نجمعش الكل اللي عملوا الوقعة دي تمادوا في قلة الأدب ووصلت للذروة بتاعتها في مباراة طبعا الأهلي والسودان الأهلي والهلال الأخيرة وهم ما عرفش إيه العقلية هم شايفيننا زي أنا مش فاهم لأن واضح إن هو في الضغائن عندهم عالية جدا السوشيال ميديا عندهم عالية جدا الصحف حتى كلها تصف الاهلي بمدلل الكاف ايه ده اسلوب متدني انا عايز اسال حاجه بس يا استاذ محسن يعني عشان نغطي عشان نخلص من النقطه دي عشان عندنا كلام اهم بصراحه عندنا كلام صحيح. اهم اكيد طبعا إيه هو لما انت يبقى حد عنده مشكله معاك وانت هو مش في حساباتك يعني احنا عمرنا ما كان يعني ولا شايف يعني عارف انا مش شايفك صحيح. احنا واخد النادي من نفسه على الطوله وخلصنا في ايه بقى كل ده يعني النادي الاهلي عامل لكم ازمه من ليه؟ الاخر عشان الآخر. هو حاسس بالدنيه الاهلي هو الكبير انا بجيبها واضحه وصريحه هم يشعرون بالدنيا اقول لحضرتك ليه نادي الاهلي 24 بطوله قاريه 24 بطوله قاريه في كره القدم لا مش قصدي احسب مش احسب هو صفر بطولات قاريه يعني انا عايز اعرف فين الفرق بينه وبينه حاول تبقى زي يعني ما اقصى يعني. انجاز حققه نادي الهلال السوداني هو الوصول للمباراه النهائيه في دوري ابطال مرتين وخسرهم واحده قدام الاهلي 87 واحده قدام الوداد المغربي 91 ما كانش يتخيل ان الحاجات دي ممكن تحصل بشكل جمعي يعني ممكن حالات فرديه يبقى في حد ردا على الملحوظه اللي انت بتقوليها نهاوند حد مش عارف يوصل للي انت وصلتي له فهو بيختار ان الاسهل له انه يحاول يهد فيكي مش يبني نفسه كان غيره لكن ده على الصعيد الفردي بتمشي الحال لكن على الصعيد الجمعي كده يعني ازاي كده ما انا مستغرب جدا بس انا طبعا يعني مقدر طبعا مشاعر جماهير الاهلي وحتى جماهير بعض الانديه الاخرى جماهير مصر عامه زي ما حضرتك تفضلت ان هو طبعا ناس متضايقه من اللي حصل فكل المطلوب من النادي الاهلي خلاص هو عمل شكوى رسميه النادي الاهلي مش عامل اكتر من كده استقبال الاخوه طبعا يكون استقبال عادي جدا ما فيش اي يعني مش بضم صوته بصوت الناس اللي عاملين بالمثل لا لكن في النهايه مطالب من النادي الاهلي في الرد على الهلال السوداني في الملعب ومن حسن حظ النادي الاهلي انها تكون المباراه دي هي مباراه الجوله الاخيره في دور المجموعات المجموعه الجوله السادسه فاكون ساعتها الامور وضحت الاهلي صعد مثلا قبليها او ما صعدش ومحتاج النتيجه او محتاج اول او ثاني ايا كان في النهايه مطالب بالفوز ومطالب بالفوز رد في الملعب مش عايز اقول فوز احنا دايما بنرد على الارض عمرنا ما والتجاوزات طبعا عمرها ما كانت من لا من شيء من مصر ولا من النادي الاهلي الرد على الارض بيستفز الناس اكتر فبتتكرر الوقائع المؤسفه دي مره ثانيه مش مهم بس فعلا رد على الارض رد على الارض مش مهم انا مش شايف حد زي ما انا برضو مع النادي الاهلي ما يشوفش حد وانت مش اكتر من قبل كده النادي الاهلي ترفع وهو دافع الثمن دفعنا خلينا احنا كمان بدورنا نترفع ونعدي النقطه دي عادي بقى مؤقتا هنترفع مؤقتا ونعدي النقطه دي ونكمل كلامنا بقى ورؤيه حضرتك لماتش النهارده ان شاء الله الاهلي واسوان ورؤيتك لما هو قادم عموما بالنسبه للنادي الاهلي محليا وقاريا والله شوف النادي الاهلي طبعا في موقف لا يحسد عليه بكل امانه زي ما قلت لحضرتك بدانا في الكلام ان هو في الفتره الاخيره كان عنده ارهاق وده تكرار للموسم الثالث على التوالي ده كان احد اسباب خسارته للدوري في الموسمين الماضيين ان هو كل البطولات لحمه ببعضيها بكاس العالم للانديه كاس العالم للانديه مش مجرد انك تروح تلعب ثلاث ماتشات او الاربع ماتشات لا الموضوع مدارس مختلفه الموضوع ارهاق ذهني عالي جدا تركيز عالي انت بتقابل ريال مدريد بتقابل فلامينجو بتقابل سياتل اللي ما تعرفش عنه حاجه بتقابل اوكلاند حتى في مدارس اخرى كل ده بيستنزفك زائد ان انت بتبقى في فتره مؤقته حديث بقى مش حديث العالمي عشان ما نكبرش بس انت مثلا الماركه قالت بحكم ان انت هتقابل مثلا الصحف البرازيليه قالت فالموضوع بيبقى يعني ليفل ثاني خالص فانت بتنزل من ده للليفل المحلي مش بنزل لكن الوضع غير الوضع فبتبقى العمليه بتهدى شويه ده متوقع تماما وبيحصل في كل الدنيا. النادي الاهلي في الفتره الجايه طبعا من حسن الحظ ان مستر مارسيل كولر المدير الفني انه عنده عمليه التدوير بتاع اللعيبه الروتيشن ده حلو جدا بيعملها كويس يقدر يشكل شويه يعني عنده لعيبه ما شاركتش كانت خارج القايمه اصلا في كاس العالم للانديه يقدروا يشاركوا زي الجندوسي مثلا اللي هو الجزائري المنضم حديثا يقدر النادي الاهلي يشارك عنده طبعا
ما هو فريق كبير يعني السكواد كله يستغل، مش فكره انت مجموعه اساسيه. يريح بعض اللعيبه ده وارد جدا. الرهان النهارده في مباراه اسوان، لان كان هي دي كانت المعضله، كان الاهلي بيبتدي يخسر نزيف النقاط بعد كاس العالم للانديه في السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، وكان بيخسر الدوري في النهايه بنفس السيناريو. النهارده ده الرهان بتاع النادي الاهلي، عشان كده بقول المباراه دي والمباراه اللي جايه بتاع يوم السبت مع صن داونز هم بالنسبه للنادي الاهلي عنق زجاجه في الدوري المحلي وبطوله افريقيا، لان انت النهارده اذا النادي الاهلي حقق الفوز خلاص الامور بتمشي طبيعيه، خلاص بيكون عدى مرحله ان هو النادي الاهلي اخر ثلاث ماتشات خسرهم، فمش عايز تعثر في المباراه الرابعه حتى لو بتعادل، لان ده هيفتح باب نزيف النقاط اللي هو هاجس عند الجمهور الاهلي فمش عايزه يحصل، وبالتالي وهاجس عند الجمهور وهاجس عند الجمهور طبعا يخش على مباراه صن داونز اللي هي بالنسبه للنادي الاهلي نقله ازاي، لان مجرد الفوز على صن داونز في المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم السبت في دوري ابطال افريقيا هتدي لك معنويات ان انت تكسب المباراه اللي بعديها القطن، فتبقى ست نقاط مالناش دعوه خالص بالمباراه طبعا الهلال يكون ساعتها بيقابل القطن الاسبوع الجاي، حتى لو الهلال كسب خلاص انت مالكش علاقه خالص، انت بتصدر، انت مجرد انت بتاخد نقاط بتحط في رصيدك انت بتعمل لهم هم مشكلات، لان الهلال هيقابل صن داونز، كل اللي بتعمل انت توتر انت تكسب ماتشاتك وتحصل زي ما حصل زي السنه اللي فاتت واللي قبلها، لان النادي الاهلي مش بيعنيه قوي خساره ماتش او بتاع، بيعنيه من دور مجموعات التاهل، لان اخر ثلاث سنين النادي الاهلي تاهل في مجموعاته تاني وفي الثلاث سنين صعد للنهائي خد منها مرتين. فعشان كده المباراة اليوم مهمة على المستوى المحلي، مش فكرة أسوان أو كده، لا مهم الفوز فيه بالنسبة للنادي الأهلي عشان يوقف اللي هو التعثرات، نزيف التعثرات أو مباراة التعثرات بالظبط يعني كده، وكذلك مباراة صن داونز يوم السبت، لأن بتاع أنا شايف إن هي نقطة انطلاق أو ضربة مزدوجة، أنت بتبقى خلاص لأن صن داونز هو بطل المجموعة دي حتى هذه اللحظة، فاز بره وجوه وست نقاط، أنت بتوقفه بتقول النادي الاهلي موجود وبتخش بقى في المود انت خلاص بتعبي رصيدك تاني في دور ابطال افريقيا، عشان كده طيب. النهارده والسبت مهمين جدا للنادي انا الأهلي. عندي نقطه يعني انا نفسي عايزه افهمها، زي ما حضرتك ذكرت كده هاخد من كلامك فكره ان النادي الاهلي والسيناريو بيتكرر كل موسم او كل سنه، احنا بنبقى متالقين جدا محليا وافريقيا، بعد كده نعمل التوقف نسافر كاس العالم للانديه صحيح. وفقنا او غيره مركز ثالث او رابع بغض النظر، احنا بنعمل اللي علينا وبنقدم المستوى اللي يليق بالنادي الاهلي وجماهيره، وبعد كده بنرجع مره ثانيه المستوى فعلا بيبتدي مش زي ما انت قبل ما تسافر، ده سيناريو متكرر صحيح. هل المشكله في يعني الايدنتيتي بتاعت اللاعب، ولا الفكره ان انا لازم اهيئ اللاعب نفسيا، ولحد دلوقتي لا موسيماني ولا كولر مثلا قدروا ان هم يشتغلوا على النقطه دي، انا ما اعرفش، انا بقول لحضرتك الاسباب، ولا ايه القصه بالظبط؟ يعني احنا عارفين ان بعد اي بطوله كبيره بيجي المستوى بيبقى شويه مش زي الاول، بس ده متكرر كل سنه. هما الاثنين هما السببين اللي حضرتك ذكرتيهم، اللعيبه اوريدي خلاص انت بتبقى النهارده بتقابل بقى لوكا مودريتش، مش عارف بتقابل معرفش مين، فيدال، مش عارف بتبقى انت قاعد النهارده بتقول الصحافه المغربيه قالت ايه، الصحافه الاوروبيه قالت ايه، الصحافه مش عارف ايه، مش عارف استوديو التحليلي في مش عارف ايه، شعار الاهلي كان في ريال مدريد وريال مدريد قالوا على الاهلي، صحيفه اس الاسبانيه خدت الشناوي ومودريتش وقالت لقاء العمالقه العالم او ملوك العالم، كل ده بياخد كتير جدا من تركيز اللعيبه، طبعا مع احترامي طبعا ان العالم مش هيتكلم على ماتش الاهلي واسوان او الدور المصري، دي حاجه يعني ده ليفل وده ليفل، فعشان كده اوريدي اللعيب بيهبط، اللعيب من جوه بيهبط، وخصوصا ده هو ماتش ولا اتنين بيلعبوه يعني معلش للدرجه طبيعي دي طبيعي يعني طبيعي ده ليفل وده ليفل تاني خالص، بس انا كفكر احترافي يا استاذ لملوم انا مفروض اكون عندي الفكره الاحترافي اللي انا بعرف افصل، لا والله دي ثقافه عربيه مالهاش علاقه، دي ثقافه عربيه، بعيدا عن يعني عن النقطه دي، وان كنا برضو في نفس الاطار انا برضو في حاجه مش عارف استوعبها قوي، يعني حضرتك قلت الكلام ده قبل كده اكتر من مره واخرهم من شويه، فكره ان انت وانت جاي من مباريات قويه ذات ليفل عالي قوي وترجع تاني تلعب ماتشات محليه، حضرتك بتقول ايه ان لازم المستوى بيقل، اللي انا مش عارف استوعبه هو ليه لازم المستوى يقل، ده انت لسه جاي من لعب مع ريال مدريد ومع فلامينجو البرازيل ومع كذا، انا قصدي اقول لك ان انت لو جيت ولعبت بربع اللي انت لعبت بيه في البطوله دي هتعمل شغل عن اللي لا حاصل، دي ثقافه، دي ثقافه، دي حاجه في الدم ملهاش علاقه بال ده عندنا احنا يعني في عندنا مصر احنا في الشرق الاوسط كله في المنطقه العربيه، حتى هتلاقي مثلا هدي لك مثال البطوله السنه اللي فاتت مثلا، بس ما بنشوفش ده في المستوى الدولي لا اوروبا لا اوروبا ده موضوع مختلف بالنسبه لنا، انا بتكلم على المنطقه العربيه، تلاقي مثلا الهلال السوداني يشارك وبعدين يرجع يتخبط، الوداد المغربي
شارك مثلا في البطوله اللي كاس العالم للانديه. اي نعم هو لعب مباراه واحده وخسرها قدام الهلال ب0-0، لكن تعثر في الدوري المحلي وخسر في دوري ابطال افريقيا برضه اول مباراه قدام شباب القبائل 1-0. ما هو كده. هو بتبقى انت رحت في حته ثانيه وبعدين نزلت الحته ثانيه. الحته بتاعتنا النهارده مين هيتكلم على ماتش الاهلي واسوان؟ قال احنا يعني الكره المصريه. مين هيتكلم على ماتش الاهلي والهلال السوداني؟ قال افريقيا، يعني افريقيا يعني مش عارف تونس تتكلم، يعني حاجات محدوده. فعشان كده الليفل بينزل. هنا دور مين بقى؟ دور الجهاز الفني على كولر انه يتعلم من الاخطاء موسيماني. موسيماني لما كان موجود في اخر سنتين وما قدرش يعمل دي، كولر النهارده عنده حاجه مهمه هو بيعملها اوريدي، ان هو بيعمل تدوير لعيبه. النهارده عليه ان هو يريح شويه الجماعه اللي هم جايين مفعمين بالكلام، يعني مثلا لاعب مثلا زي احمد عبد القادر، ولاعب رائع جدا، الصحافه كلها اتكلمت عنه، انتر ميلان مش عارف يتكلم عنه، الناس بتتكلم عنه، فراح في حته ثانيه خالص بقى، راح في حته ثانيه ومعذور وملموش وكلنا كده. فالنهارده بتيجي انت ممكن خلاص هو اللاعب تركيزه قليل شويه، خلاص ريحه ودخل حد تاني يبقى عنده البعث. عشان كده هنا دور الجهاز الفني اكتر من اللعيب، اكتر من اداره، اكتر من اي حد تاني. الجهاز الفني هو اللي يعمل عمليه التدوير عشان العمليه تهدى شويه، يكون اللعيبه خرجت من عباءه المونديال وتخش تاني في الاطار المحلي والاطار الافريقي. ده بيفرق جدا جدا، الاستعداد النفسي بيفرق بشكل كبير جدا. على كل حال خلينا نروح دلوقتي بس ننتقل سريعا لاسوان علشان نطمن والكواليس ومقر اقامه البعثه هناك طبعا قبل المباراه، مع مراسلنا العزيز جدا محمد توفيق. توفيق صباح الخير عليك، واكيد طبعا سعداء ان انت دلوقتي بتغطي لنا، وزي ما احنا متعودين معاك عايزين تغطيه لحظه بلحظه والكواليس وماذا يحدث، وطمنا لان اكيد احنا محتاجين نطمن الاستعدادات ليست فقط الفنيه والبدنيه، ايضا النفسيه ده عامل مهم جدا. طمنا على حاله الطقس، المباراه المفروض هتتلعب في العصر، فنحب برضو اكيد اسوان برضو هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، يعني الاجواء كلها او بشكل عام. يا توفيق اتفضل. صباح الخير يا نهوان، تحياتي ليك والكريم ولضيفكم الكريم استاذ محسن لملوم النقد الرياضي ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من زهره الجنوب محافظه اسوان، واجواء فريق النادي الاهلي ان شاء الله استعدادا لمباراه اسوان اللي هتنطلق في الثالثه والرابع. يعني خليني اكلمك على درجه الحراره في الاول، يمكن درجه الحراره حالا دلوقتي 23 درجه مئويه، الجو يعني صحو جدا زي ما انتم شايفين، جو اكثر من رائع. كمان يعني مقر الاقامه اللي موجود في فريق النادي الاهلي هو عباره عن جزيره وسط النيل، فالمنظر اكثر من رائع بصراحه. يعني كان ينقصنا ان كلكم تكونوا موجودين معانا وتشوفوا هذه الروعه، وبلدنا دايما اجمل بلاد الدنيا، وان شاء الله يا رب دايما تفضل كده طول عمرها. يمكن اجواء اكثر من رائعه. هنبتدي بالناحيه النفسيه اللي انت اتكلمت عليها، يمكن مستر كولر كان على طول في بدايه الاستعدادات كان في محاضره مع اللاعبين، اتكلم معاهم عن اهميه المباراه، نغلق خلاص صفحه افريقيا مؤقتا، نركز في الدوري عشان نحافظ على صدارتنا للبطوله، وان شاء الله تكون خطوه لعوده البطوله مره اخرى لمكانها الطبيعي في النادي الاهلي بالجزيره، ومن بعد كده نبقى نرجع تاني مره تانيه لبطوله افريقيا باذن الله. دي كانت على الجانب زي ما بنتكلم بقى التحضيرات النفسيه يعني اللاعبين وتهيئتهم للمباراه. على الجانب بقى الفني، يمكن الفريق خاض تدريبتين هنا على استاد اسوان، نفس الملعب اللي هيحتضن المباراه باذن الله رب العالمين. درجه الحراره يمكن مع بدايه المباراه ان شاء الله في تمام الثالثه الا ربع هتبقى 27 درجه مئويه، اعتقد هتبقى مرتفعه شويه، ولكن يعني الفريق خلاص بقى له يومين في اسوان، اتعود على الاجواء، اتعود على درجه الحراره. التدريبات كمان كان مستر كولر على طول بيعملها الظهريه او كمان العصر، فعشان اللاعبين يكونوا متعودين على درجه الحراره واجواء الملعب وارضيته. الفريق كمان النهارده يعني الاخر يوم بقى خلاص والاستعداد للمباراه، يمكن الفريق بدا يومه بدري جدا، 9 الصبح كان الفطار. يمكن في فقره دايما اتعودنا مع مستر كولر من ساعه ما جه النادي الاهلي، هو بيعمل دايما اكتيفيشن كده يوم المباراه الصبح عشان اللعيبه تفك عضلاتها وتتحرك. النهارده مستر كولر استغل يعني جمال المنظر وجمال المكان اللي احنا موجودين فيه وخلاها فتره مشي النهارده، كان في تمام التسعه والنصف، اللاعبين يعني قضوا حوالي نص ساعه مشي كده في ارجاء الفندق هنا، خاصه يعني استغلالا للطبيعه الساحره هنا لمدينه اسوان الجميله. فكانت الفقره الاكتيفيشن النهارده عباره عن مشي للاعبين. من بعد كده حالا دلوقتي وانا معاكم على الهواء، الفريق بيتناول وجبه الغداء، طبعا الغداء بدري جدا النهارده للمباراه بدري، ان شاء الله الساعه 12 وربع هيكون في محاضره اللي هيتم بقى فيها الكلام على اخر مستجدات اللقاء والخطه اللي ان شاء الله الفريق يلعب بيها هذه المباراه، وان شاء الله من بعد المحاضره التحرك للملعب. يمكن من المسافه تقريبا من الفندق للملعب ربع ساعه بالظبط، ونكون ان شاء الله موجودين في ملعب المباراه ملعب اسوان. وزي ما قلنا واكدنا ان الفريق اتدرب تدريبتين على الملعب للتعود على ارضيه الملعب وكمان الاجواء هنا في اسوان. كل دعوات جماهير النادي الاهلي بقى ان شاء الله والتوفيق باذن الله يكون مع لاعبينا، وان شاء الله حظ ثلاث نقاط جديده في مشوار استعاده لقب الدوري باذن الله رب العالمين.
اتمنى ذلك يا توفيق حقيقي باذن الله وجود لك. وانت وشك حلو علينا والله يعني انت بتكون دايما معانا اي قبل اي مباراه بنجيب سكور كويس. فبالتوفيق ان شاء الله كلنا نفرح بعد انتهاء المباراه. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز محمد توفيق، واكيد تغطيتنا لسه مستمره على قناه الاهلي. طيب نرجع بقى نكمل دردشتنا مع استاذ محسن لملوم، وخلينا مؤقتا كده نسيب ملف النادي الاهلي ونروح لمنتخب مصر للشباب اللي بيشارك واللي افتتح فعاليات بطولة افريقيا. وشفت حضرتك الرياكشن على طول، جت على طول مش عاجبك الكلام، مش عاجبك خذلونا للاسف، ما عجبش حد للامانه اللي احنا كنا متوقعين اكتر من كده بكتير. طبعا انا بتكلم على اللقاء البدايه او نقطه انطلاق هذه البطوله، ماتش مصر وموزمبيق، ونتيجه كانت محبطه بعيده عن امالنا وصعبناها على نفسنا اكتر، اخذا في الاعتبار بان موزمبيق وطبعا ليهم كل الاحترام والتقدير، لكن ما فيش مقارنه بينهم وبين اللي جاي. انت عندك نيجيريا وعندك السنغال وعندك تقايل افريقيا. بالظبط، ايه البدايه هي دي؟ هي هو ده اللي هو هم احبطونا، لان انت كانت من حسن حظك ان القرعه جابت لك موزمبيق في الاول، طبعا مع كامل تقديرنا طبعا احترمنا، هم اقل بالظبط اقل طبعا على الـ على الـ على الورق من السنغال ونيجيريا، مجموعه صعبه جدا، لكن طبعا من حسن حظك ان انت هياخد من المجموعات اول وثاني واحسن توالت، يعني اثنين توالت، فانت عندك فرصه ان انت حتى لو كسبت، لو كنت كسبت موزمبيق وتعادلت مع اي حد من الاثنين طبعا ان شاء الله نكسب، بس انا بتكلم في المفترضات التاهل، ان انت خلاص بتدعم موقفك، فانت في اسهل مباراه فقدت نقطتين، يعني تعادل كان بصراحه بدون داعي بدون اي لازمه، صعب عليك المهمه، وان كانت انا شايف ان ده سلاح ذو حدين، ان انت عندك مباراه غدا مثلا مع نيجيريا، خلاص ما فيش حاجه اسمها لا تعادل ولا هزيمه، انت طلع كلمه الهزيمه من قاموسك، انت لازم تفوز. ليه لازم تفوز؟ انت حتى ماتشاتك جالك بالتدريج من الاقل للاعلى، يعني أيوة انت موزمبيق اقل، نيجيريا اقل من السنغال، السنغال في الاخر بصراحه فريق قوي طبعا. فعشان كده انت مطالب في مباراه نيجيريا غدا ان انت عوضنا بقى عن اعكس للايه، اعمل نفسك ان انت كنت كسبت موزمبيق وتعادلت مع نيجيريا بالظبط، لان انت التعادل او لا قدر الله الخساره انت كده بتصعبها تماما على نفسك. انت لازم منتخب مصر بكره يعني يكتسب بقى اللي ما عملوش قدام موزمبيق يعمله قدام نيجيريا، وخصوصا ان انت اذا كنت انت ما شفتش موزمبيق قوي قدام ماتش، ما شفتوش يعني، كان بالنسبه لنا الى حد ما مجهول، لكن في مباراه السنغال ونيجيريا انت شفت الفرقتين تقدر تلعبهم بشكل كويس. طبعا الكلام للكابتن محمود جابر المدير الفني، فانت تقدر ماتش نيجيريا انا شايف وجهه نظري تعويض عن اللي حصل في مباراه موزمبيق، اكسب فيها يبقى كل حاجه الامور بالنسبه لك انتهت، وتبقى تاهلت رسميا، يبقى عندك 4 نقاط على الاقل ضمنت افضل توالت، لكن طبعا ان شاء الله نطمح فيما هو اكتر من كده باذن الله. بس غريب كان تصريح كابتن محمود جابر بعد المباراه، بعد يعني التعادل السلبي، قال انا سعيد بالاداء وبالنتيجه الخاصه ب يعني منتخب مصر للشباب. شوف التصريح ده ازاي؟ يمكن هو عشان الشباب صغيرين بس بيحاول يرفعهم معنويا، لكن طبعا لو فريق كبير كان استحاله يقول التصريح ده، لان لا هو سعيد ولا احنا سعداء ولا اللعيبه نفسهم سعداء بكل امانه، لكن طبعا عشان الشباب صغيرين لسه برضو يعني كان تصريح ليه شق اعتبار نفسي شويه بالظبط، هو مش شق، هو كله اعتبار نفسي، لان في النهايه يعني مش هيقدر يحطمهم وانت داخل على نيجيريا والسنغال فيتدمروا نفسيا، فلازم كان يعمل كده عشان يرفع معنوياتهم والقدم افضل ان شاء الله. بغض النظر عن نتيجه الماتش ده، ماتش مصر وموزمبيق، وبغض النظر كمان عن اي نتائج متوقعه في الماتشين اللي جايين ان شاء الله، انا عايز اعرف طبقا لرؤيه حضرتك ومشاهدتك للماتش ده، احنا عاده مع اي مشاركه لمنتخب الشباب عنا بتروح لما هو ابعد من البطوله اللي هم بيشاركوا فيها، احنا بنبقى عايزين مستنيين عشان نشوف هنلقط بقى وناخد مين للمنتخب الاولمبي، هناخد مين للمنتخب الكبير. شفت حد تنطبق عليه المواصفات؟ هقول لحضرتك استكمالا للكلام سيادتك، دايما بطوله الشباب دي افريق الشباب دايما هو فعلا اللي بتظهر منه نجوم. محمد صلاح ظهر في بطوله 2011 طبعا. محمد صلاح جيل 2006 و8 و10 اللي هو بتاع الكابتن حسن شحاته كان بدايته 2003 مع كابتن حسن شحاته لما كان مدرب منتخب الشباب في امم افريقيا اللي اقيمت في بوركينا فاسو طبعا. هو الجيل، وكان بالمناسبه خد البطوله طبعا. هو ده الجيل اللي كمل 2006 و8 و10. محمد صلاح ظهر في بطوله 2011، هو بعد كده بقى محمد صلاح. حتى لما ترجع لورا خالص جيل الشباب اللي شارك في كاس العالم سنه 81 اللي ظهر في الجيل ده الكابتن طاهر ابو زيد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وتالق جدا، وبعد كده بقى ايه نجم المنتخب ونجم النادي طبعا. الاهلي لحد دلوقتي ما ظهرش حد، الناس كانت مستنيه طبعا صلاح باشا اللي هو المحترف في الدوري الايطالي، لكن للاسف الاصابه طبعا اثرت عليه بشكل كبير. مش هظلم حد، لكن بكل امانه ما حدش ظهر قوي
يعني احنا ما شفناش لحد هذه اللحظه حد، لكن عندنا امل ان شاء الله مع المباريات اللي جايه. طب هو ده ينفع يبقى احنا بنتكلم على منتخب مصر للشباب وحضرتك بتقول ما حدش ظهر قوي؟ ما هو انت عندك ماتشين هم بقى الحكم الاساسي، نيجيريا والسنغال، وان شاء الله لما تتاهل مباريات بقى النوك اوت هي النوك اوف اللي هي المباريات طبعا اللي هي اللي هو بتاع الفاصله يعني. قصدي هي بتبقى ما خلاص ما فيش بقى فرصه تانية، فعشان كده ده يكون الحكم اقوى شويه. صحيح. تقدر تحكم اقوى عليهم ولازم تبقى العين عليه. صح كلام حضرتك مظبوط، لان ده الفريق اللي مفترض يبقى ان شاء الله منتخب مصر الاول سنه 26 مونديال 26 يعني مع بقى صلاح مع مش عارف مين، لكن دول الاساس لان تكون القاعده الكبيره من الجيل ده. اعتقد ريفيو توريا المدير الفني للمنتخب الاول عينه على الفريق ده، لازم تكون عينه على الفريق ده لان ده اللي هيكمل ان شاء الله. لكن لحد دلوقتي ماتش موزمبيق بصراحه لا الفريق كله ولا لاعب معين لفت النظر. نتمنى ان شاء الله يحصل ده قدام نيجيريا والسنغال، ولازم يحصل ان شاء يعني الله. يعني لسه دي ضربه البدايه يعني ما نقدرش نحكم طبعا، بس هم احنا عندنا عناصر محترفين كتير، عندنا 6 لعيبه تقريبا من الاهلي و4 من الزمالك يعني. صحيح. برضو من انديه كبيره، بالتوفيق ليهم طبعا الفتره اللي جايه. استاذ محسن الوقت بيجري، بس ما ينفعش انا وكريم نختم قبل ما نروح لدوري الابطال نتكلم عن يعني ليفربول وريال مدريد طبعا المباراه التقطيع. والله هو النهارده عنوان دور الابطال النهارده قصار، اذا كان ريال مدريد وليفربول طبعا مش هتكلم عن الاثنين قد ايه، لكن مواجهات ليفربول وريال مدريد الاخيره كان فوز ريال مدريد فقط، يعني في نهائي 2018 فاز ريال مدريد 3-1 على ليفربول، وفي دور الثمانيه تقريبا ربع النهائي في بطوله 2021 برضه ريال مدريد ده كمان فاز. اما كان في عز يعني في عز ليفربول دلوقتي هذا الموسم دلوقتي الوضع العكس، وهم حمليه يعني طرفين المباراه النهائيه البطوله الاخيره وليفربول فاز. اعتقد النهارده الفرصه متاحه، بقول متاحه لليفربول انه فوز واحد على ريال مدريد يصحح كل الاوضاع، لان هو لو خسر هيبقى استمرارا للمشاكل وفي نفس الوقت الخساره برضه من ريال مدريد بيرسخ العقده، وبعدين هو بدا يتحسن في الدوري الانجليزي وبدا يبقى بينه يعني وبين المركز الرابع المؤهل لدور الابطال اوروبا اللي هو توتنهام 7 نقاط مع نقص مباراه من المركز ال11 للعاشر ثم للثامن، وهو حاليا وعنده ماتش مؤجله ان فاز فيها يبقى الفرق ما بينه وبين المركز الرابع اللي هو مؤهل لدور الابطال مش هقول لك بقى ياخد البطوله يبقى فرق 4 نقاط، فالعمليه بتقرب. الفوز النهارده يعمل حاجات كتيره جدا لليفربول، بيهمنا فيه ان صلاح يسجل، لان لو صلاح سجل هيبقى عادل رقم دروجبا 44 هدف كافضل لاعب افريقي سجل، نتمنى يجيب الثاني كمان عشان يبقى 45 يبقى هو الافضل في الوحيد. ونفس الكلام بالمناسبه على ماتش انتراخت طبعا ونابولي، مباراه ساريه ما بين الاثنين اعتقد تميل اكتر طبعا لصالح نابولي. يعني مسيو محسن والله نورت ايه مش يسعد حلوه جدا انا حاساها حلوه نورتنا والله بجد كالعاده وقراءه يعني متميزه. شكرا فعلا والله. شكرا على خير باذن الله وبنشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده. هنطلع فاصل اخير يا حضرات ونرجع عشان اخر بقى فقرات الحواريه وهي فقره طبيه مسجله نورتنا فيها دكتوره ايمان المراجي، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله.